في الأردن تفاعل من الأردنيين مع هاشتاغ الكرك واللي تصدر الترند في الأردن، وكانت محافظة الكرك سجلت اليوم 25 إصابة بفيروس كورونا في الأغوار الجنوبية، وعبر المغردين عن تضامنهم مع الأغوار. خلونا نتابع. أول تغريدة من هاشم بتقول: اللهم نسألك أن تحمي وتشفي شعبنا وكل شعوب العالم، وأن ترفع عنا الوباء والبلاء. تغريدة تانية من حياة: لا حول ولا قوة إلا بالله، انفجار كورونا خلال أقل من 12 ساعة، بدنا منطق وإجراءات صارمة لوقف الانتشار. مدينة منذ بداية الأزمة ما كان فيها حالة وفجأة ظهر بهاي الأعداد. تغريدة أخرى: اللهم إنا استودعناك الكرك وأهلها، فاحفظهم بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين. تغريدة من نواف: حماكم الله أهل الكرك الأبية. عبير بتقول: كركنا الخير إن شاء الله دايم بخير، شعب الكرك ربي بحميكو ويبعد عنكو الوباء. تغريدة بتحكي: الله يحمي مهجة الفؤاد ويسلم أهلها يا رب. يا رب سلم، الله يحمي الأردن مع هاشتاغ الكرك. الله يحمي الكرك. آمين. في الترند الخليجي تصدر هاشتاغ كيد النساء منصات التواصل الاجتماعي في دول الخليج. الهاشتاغ كان مليء بالتغريدات اللطيفة والمضحكة بنفس الوقت. خلينا نشارككم بعض من هاي التغريدات. لما أعرف أنه عندي كيد النساء وما أعرف كيف أستخدمه. كيد النساء شلون استخدمه ما عرفت. عطار النساء: في واحد سأل زوجته ليش الحريم يرددون على السؤال بسؤال، فقالت: مين قال لك؟ الأنثى: أما كيد عظيم أو حب عظيم، وأنت من يحدد أيها الرجل، فإن خدعتها مكرت بك وإن أحببتها عشقت. صحيح. كيد النساء اسمع فيه بس ما بعرفه. اسمع فيه بس ما اعرفه. بريئة. اللي تبي كيد تيجي تاخذ من عندي. كيف حالك؟ كيد النساء ما عمري استعمله جديد بقراطيسه. كيف أفعل الخاصية دي؟ عجزت علموني. Thank you.